تست 15 ان شاء الله، بيزك اند اوبراتيف جاينيكولوجي 1 دي 2 بي 3 اي 4 دي 5 اي 6 بي 7 دي 8 دي 9 سي 9 اوكي 38 years old woman underwent total abdominal hysterectomy for heavy menstrual bleeding yesterday with ovarian preservation. عشان ده 38 سنة يعني، فعملنا ovarian preservation بس شلنا عملنا total hysterectomy. Now she is pale. ال blood pressure بتاعها 110/68 يعني normal blood pressure. Pulse 88 برضو normal pulse. Temperature برضو normal temperature. Her abdomen is soft يعني مش surgical abdomen. يعني ما فيش internal hemorrhage، ما فيش حاجة طالما الابدومن soft. لو كان هي فيها internal hemorrhage أو كده كانت هتبقى الابدومن فيها guarding، لكن هو ما قالش إن في عندنا guarding أو حاجة. There is considerable tenderness in the left lower quadrant. Left lower quadrant. Her urine output since هي عاملة عملية من امبارح، ف considerable tenderness يعني يعني هي ممكن تبقى موجود في tenderness. فنشوف بقية الحاجات يعني كلمة tenderness لوحدها، هو طبيعي امبارح واحدة عاملة عملية النهاردة ممكن يبقى في tenderness على المكان بتاع العملية طبعا. Her urine output since surgery 350 ملي. ده يعتبر قليل، ده يعتبر قليل طبعا. Patient was very dizzy and light-headed and vomited when she was taken out of bed that morning. The most appropriate نعمل لها ايه؟ Ensure that the patient has adequate analgesia and prescribe IV fluids and antiemetics. هو لا احنا عايزين بس برضو يعني نعرف هو ليه اليورين اوتبوت قليل وكده، يعني ده ليه كلمة اوليجوريا دي؟ هل هي داخلة مثلا مني في شك ولا ايه اللي بيحصل؟ صحيح البلاد بريشر كده نورمال بس ممكن يكون كان البيز لاين بتاعنا اعلى من كده. Considerable tenderness ده هل ده normal ولا لا؟ فلازم to be investigated برضو شوية أكتر. وبالذات إن هي ديزي وكده، هل في element of internal hemorrhage ولسه mild عشان كده مش واصل لحد guarding ولا إيه؟ فكلمة الأول واحدة كده معاها معناها إن أنا شايف إنها ما فيهاش أي حاجة خالص وبس دي analgesia، فده مش صح. Take a urine sample and start IV antibiotic. لا هو ده مش ماشي مع infection، حتى temperature كويسة وكده. فسامبل و IV antibiotic ده لو كنت أنا شاكة في infection، أنا مش شاكة في infection. Arrange for CBC and us to review by your consultant. يعني دي معانا لأن أنا شاكين في إنها داخلة على شوك أو كده من الساينز اللي موجودة، فدي خليها معانا. Explain that the patient doesn't require HRT and review her afternoon. لا ده لو هي very normal و discharged بقى لساعتها هقول لها أنت مش محتاجة HRT لأن الأوفيريان الأوفيريز موجودين، فأنت مش محتاجة HRT، ده مش قصتنا دلوقتي. Perform immediate exploratory laparotomy. برضو لا أنا مش هفتحها على طول وأنا مش متأكدة هو في إيه. أنا هنا لما بناخد سي بي سي يا دكاترة هنقارنه طبعا بالسي بي سي اللي هو بتاع قبل العملية، بحيث إن أنا أشوف هل في فعلا دروب في الهيموجلوبين ولا لأ، وممكن ان هي تو بي ريفيود او يعني نعملها بقى الترا ساوند او كده بحيث ان احنا نعرف اذا كان عندها انترنال هامرج ولا لا. لكن ما ينفعش ان انا افتحها على طول لان انا مش متاكده من الدايجنوز بتاعي، فانا محتاجه فيردر يعني انفستيجيشن تو كونفيرم الدايجنوزس، هل هو ده اتس نورمال ولا اتس ابنورمال اند نيد فيردر مانجمنت. اوكي تمام، شكرا يا دكتور. 10 سي 11 دي 12 دي 13 سي 14 دي 15 دي 16 اي 17 دي اي ام كيو 18 اف 19 اي 20 سي 21 بي 22 بي 23 جي 24 سي 25 اي 26 اف 27 دي 28 اي 29 جي 30 اي 31 اف 32 سي 33 بي 34 جي
35 A 36 F 37 D 38 B 39 C True False رقم كام رقم كام يا حمدي 39 ولا ايه 38 36 طب ماشي حاضر 38 36 years old lady انها cesarean section 4 months ago and she presents with history of leaking of clear fluid all the time and she has to wear a pad all the time يعني عندها true total incontinence يعني على طول نازل منها fluid فدي هتبقى ايه فولت هيماتوما مش هتعمل لنا كده فيزايكو فاجينال فيستولا طبعا دي معانا اكيد يوريترو فاجينال فيستولا اليوريترو فاجينال بتبقى ناحيه واحده فبالتالي هيبقى عندها ليكج لكن ات ذا سيم تايم بيبقى فيه ديزاير وبتروح التواليت لكن الترو توتال انكونتنس دي بتبقى فيزايكو فاجينال فيستولا اليوريترو فاجينال هيبقى فيه بول نازل لكن في نفس ذات الوقت برضو هي بيملى البلادر لان البلادر كويسه بتملى من اليوريتر الانتاكت يوريتر فبالتالي بيجي لها ديزاير وبتخش التواليت بالرغم انه برضو بينزل عليها بول طول الوقت فده الفرق بين البزاكو فاجينا واليوريترو فاجينا ويوريتريك انجري يوريتريك انجري دي هيبقى عندها زي peritoneal fluid يعني موجود نتيجة لuretaric injury أو urine يعني موجود في البريتون bowel injury ده بقى bowel هيبقى guarding في الابدومن وفي نفس الوقت برضو بيبقى عندها vomiting وبيبقى عندها constipation نتيجة bowel injury paralytic ileus ده طبعا picture بتاعت distension والvomiting وبرضو ما فيش عندها flatus وكلام من ده أو sepsis infection. طيب هي أول واحدة بتبقى عندها true total incontinence. طبعا true total هي إما فيزايكو فاجينال هي يوريترو فاجينال لكن طالما هي على طول she is wet all the time فدي هتبقى towards الفيزايكو فاجينال فيستولا لأن ما قاليش خالص إن هي عندها desire أو she can micturate أو كده. طب نيجي نشوف 39 58 سنة undergone vaginal hysterectomy 2 weeks later she presents with passage of fluid per vagina although she has desire. أدي على طول تبقى يوريترو فاجينال لأنه على طول في fluid من الفاجينا although برضو بيبقى عندها desire عشان اليوريتر الانتكت ده بيديها بيملى البلادر فبيبقى عندها desire لكن اليوريتر اللي فاتح في الفاجينا ده بينزل بول على طول من الفاجينا فده الفرق بين 38 و 39 أوكي؟ تمام هو انا بس المشكله ان كان 38 ما حددش فيه ديزار او لا هو لو في ده هو كان يبقى هو يعني هو ما قالش ان في ديزاير فهو كان لازم يقول لك ان هو في ديزاير عشان لكن هو كده احنا ما قالناش ان هو في ما قالش ان في عندنا ديزاير فبالتالي ما يعني دي تبقى في زايكو فاجينال لكن لو قال لك ان هو في عندها ديزاير يبقى ساعتها اصل يكون ان هي في بول على طول بينزل الطبيعي انه ما يبقاش في ديزاير لو في ديزاير بالرغم ان في بول على طول بينزل هو ده اللي لازم يقوله فاهمني لكن لو واحده طبيعيه مش هيقول لك في ديزاير ما الطبيعي ان هي طبيعيه فهنا قال لك ان هي على طول بينزل عليها بول خلاص يبقى كده تبقى فيستولا يبقى فيزاي اللي هي المور كومن اللي هي فيزايكو فيجينال فيستولا الثانيه ان بينزل عليها بول على طول بس في حاجه غريبه مع بالرغم ان هي شي از اولويز وات ان بيبقى عندها ديزاير فده اللي هو لاس كومن اليوريترو فيجينال فيستولا تمام طب معلش هو في حاجه ثانيه لخبطتني هنا ان في المفروض كان في هاي فاجينال هاي فيستولا في الهاي فازايكو فاجينال فيستولا او لو الهاي بيبقى فيها ديزاير واللو لا الفيري هاي بالظبط الهاي وفيري سمول دي يعني ايه هاي وسمول بمعنى ان البلادر تقدر ان هي تملى شويه يعني لحد ما توصل للفتحه بتاعه الفيستولا عارف زي عندك مثلا ازازه بلاستيك عندها خرم من فوق ما هي ممكن تملى شويه لحد ما يوصل الخرم من فوق تبتدي ان هي تنزل منها هي دي نفس الفكره بس برضو دي از ان اكسبشن لكن الرول في الفيزايكو فاجينال فيستولا ان هي بتبقى فيستولا لو فيستولا ومن تحت بحيث انها ما تديش مكان ان هي تملى البلادر فيجي لها ديزاير لان البلادر بيبتدي ديزاير عن 150 سنتي لو مالت 150 سنتي لو قالت مالت اقل من 150 سنتي مش هيجي لها ديزاير هو الديزاير عن 150 سنتي فبالتالي حتى لو الفيستولا دي يعني خدت البلادر تملى شويه 50 60 100 سنتي برده مش هيجي لها ديزاير هو بيبتدي يجي لها لو مالت اكتر من 150 بمعنى ان كانت الفيستولا فيري سمول وفيري هاي اب تمام يعني هو كده باي ديفولت لما اقول فازايكو فاجينال تبقى هي لو بالظبط تبقى اللي هي اللو اللي هي بتبقى وات اول ذا تايم ومفيش ديزاير ولا حاجه تمام شكرا جدا نيجي للترو فولس 40 ترو
41 فولس، 42 فولس، 43 ترو، 44 فولس، 45 ترو، 46 ترو، 47 فولس، 48 فولس، 49 فولس، 50 ترو. في حد عنده أي سؤال في الامتحان ده يا دكاترة؟ طيب احنا كده نبقى خلصنا. أنا عندي سؤال بره الامتحان معلش. طبعا قولي يا حمزة. هو احنا بنديترماين ازاي ان في كرونيك بيلفيك بين، يعني بصدق العيانة ادخلها ليلة بابوسكوبي وانا مش عارف كده؟ ما احنا السيمتوم بتاع العيانه لازم تو بي تيكن انتو كونسيدريشن، يعني لازم نحترم شكوه العيانه. فلو العيانه بتقول لك ان هي عندها كرونيك بيلفيك بين، وبعدين انت عملت كل انفستيجيشن وبرده مش لاقي اي دايجنوزس اورجانيك ليجن، يعني فلازم تجو فور يعني انفستيجيشن تانية عشان تعرف الكرونيك بيلفيك بين ده جاي منين. يعني ما ينفعش تقول لها لا ما فيش اورجانيك ليجن بالانفستيجيشن احنا عملناها، فبالتالي انت ما عندكيش كرونيك بلفيك بين. هي عندها كرونيك بلفيك بين، واحنا في اخر انفستيجيشن لاست ريزورت اللي هي بتبقى دايجنوستيك لابراسكوبي، وي هاف تو دو ات ريسبكتنج السيمتوم اللي هي بتقوله العيانه، وبرده بتعمل لها كونسلنج. يعني بتقول لها طب خلاص احنا مش شايفين اي سبب وكده بكل الاشعاعات والتحليل اللي احنا عاملينها، فمحتاجين ان احنا نعمل منظار بطن وتاخدي بنج وكده عشان نشوف السبب ده ايه. فالعيانه لو هي يعني فعلا عندها كرونيك بلفيك بين هتقول لك اوكي، لو هي لا يعني هتبتدي ان هي تقول لك خلاص طب مش مهم، طب اصل الوجع مش بيجي على طول، حاجات كده. بس لا، شكوى العيانه لازم تحترم. يعني احنا في القصر فعلا بنعمل ده صح؟ طبعا. تمام. لو العيانه عندها كرونيك بلفيك بين واحنا مش لاقيين اي ديفرنشال دايجنوزس من الانفستيجيشن اللي عملناها، بنجو فور دايجنوستيك لاباروسكوبي. عشان كده في حاجه اسمها دايجنوستيك لاباروسكوبي. طب ما هو كلمه دايجنوستيك احنا ما وصلناش لسه لاي دايجنوزس بكل الانفستيجيشن اللي عملناه، فمضطرين نعمل هذا الدايجنوستيك لاباروسكوبي عشان نوصل لسبب البين، سبب الانفيرتيليتي لو في سبب يعني. تمام يا دكتور، شكرا جدا. العفو. في حد عنده اي سؤال يا دكاتره؟ طيب احنا كده نبقى خلصنا امتحان النهارده وتصحيحه، وخلصنا الامتحانات الاونلاين كلها وتصحيحها، وان شاء الله نتقابل بقى من يوم الثلاثاء الجاي في تصحيح الريفيجن، وتبقى فيزيكال بقى ان شاء الله عشان نشوف بعض كده ان شاء الله باذن الله. ماشي ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور جدا. شكرا. اخبارك ايه يا طارق، كله كويس؟ انا بقيت احسن الحمد لله يا دكتور والله. ان شاء الله يوم الثلاثاء هاجي ان شاء الله. طب هايل، خلاص تمام جدا، يبقى اشوفك يوم الثلاثاء. متشكره ليكم جدا جدا، واتمنى تكون ايام الجمعه دي عدت على خير وكانت ما كانتش تقيله قوي يعني وكده. فشكرا جدا، شكرا خاص جدا جدا. اتمنى ان هي ما تكونش تقيله على حضرتك. بالظبط والله، هو كان يوم جميل بالنسبه لنا. اتمنى ان هو بالنسبه لحضرتك برضو كان يوم مش اوحش حاجه يعني. لا الحمد لله، لا الحمد لله، كانت اكسبيرينس مختلفه وجديده، وبصراحه انتوا جروب حلو قوي، فمتشكره لكم جدا جدا انكم استحملتوني طول الفتره دي وايام الاجازات وكل حاجه. وطبعا شكر خاص جدا لصلاح واللينكات اللي هو انا تعباه فيها، وشكر خاص جدا 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 لحمدي اللي هو عمال يصور لنا كل حاجه سواء فيزيكال او اونلاين لحد ما طلعنا عينه. فمتشكره لكم جدا كلكم بجد. شكرا لحضرتك جدا والله على مجهود حضرتك. شكرا، شكرا لكم جدا، واشوفكم على خير بقى ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله ان شاء الله. ويوم الاحد هبعت لكم الكي انسر بتاع الريفيجن 1 بليدنج ان اورلي بريجننسي، ونتقابل بقى نصححه ان شاء الله يوم الثلاث الصبح الساعه 7 باذن الله ان شاء الله. اوكي. شكرا، شكرا لكم، شكرا، باي باي.